فقرة صفحة كتاب، ورح نتعرف على كتابنا لهذا اليوم، معلومات مهمة واقتباسات جميلة من كتاب عالم مواس، ونتعرف أكيد تفاصيل مهمة تقدم لنا فادية. وراجعين. صباحكم خير وسعادة ومحبة يا رب، إن شاء الله يكون صباحكم خيالي مثل كتابنا اليوم. أكيد نصبح على جميع كادر قناة سامراء وعلى جميع متابعين فقرة صفحة كتاب. اليوم ويانا كتاب كلش حلو، وكتاب يخليكم بس تضحكون ولح تستمتعون كلش هواية بيه. الكتاب هو خيال علمي، ولكن يرجعنا في بعض الأحيان للواقع، وبي كمية من المشاعر اللي راح تحبوها كلش، وراح تكون مغايرة، مو حب وانا ما حب ممزوج بالكراهية. عالم موازي راح يخلينا يعرفنا شلون نتوازن بعالمنا. بالبداية تبدي القصة طبعا الكاتبة اسمها اسماء عامر، والكتاب مطبوع بدار الحلاج. بداية القصة تحكي لنا عن شخص يكره فتاة، يشوف اي شخص ولا يشوفها، ما يتحمل ثواني تصير عينه بعينها، ويحب غير وحدة، وهالوحدة هاي هي انسانة مو خوش مو زينة. ولكن فديوم دا يمشي وقال يا ربي ابعد عني كل شيء مو زين او كل شيء شر. فتعرض لحادث معين، وتبدي قصة الخيال العلمي، تنقلب حياته 180 درجة. يعني اي شيء يكون كارها رح يعرف قيمته بعدين، لان يبدي يحبه. الرواية تعرفنا عن معنى التقدير. اكو اشياء بحياتنا يمكن نتغاضى عنها او ما نعرف شلون نحافظ عليها، او نقول انه هي هاي مو مهمة، ولكن من تختفي هذا الشيء رح يصير عندنا حالة من حالات الندم. الندم هو بمثابة مرض خطير جدا، مرض خبيث يصيب الروح ويتآكل بينا الى ان منموت. فلا توصلون لمرحلة الندم، لا تحاولون تبتعدون عن شخص يزعجكم، لان احتمال الشخص هذا اللي هو زاعجكم، اللي تعتبرون هو زاعجكم، هو احسن بهواية من اشخاص قريبين منكم وانتم تحبوهم. هاي ملاحظة كلش مهمة دا تنبهنا عليها الكاتبة بهذا الكتاب. وايضا يقول فد اقتباس بهذا الكتاب، يقول شو حتسوون اذا مصدر ازعاجكم اختفى؟ لح تعيشون براحة او حتعيشون بسعادة؟ وليد هو البطل، هو البطل ويحب وحدة، ولكن اللي تحب اسمها سمر. بالنهاية ترجعنا الى واقع، ومن رجع وليد للواقع بعد هاي الحادثة وبعد هاي الفترة اللي مر بيها، ممكن تكون مرحلة غيبوبة، وممكن تكون حلم معين، انتو حتكتشفون هذا الشيء شنو. ولكن فادة بهواية امور، فادة انه يعرف شلون يجاوب الشخص المقابلة، حتى لو شخص اذاكم ما يصير احنا نجاوبه بطريقة هجومية تجرح الشخص المقابلنا، ما يصير نبتعد عن شخص معين بدون اسباب ونجرحه ونقول لا تحكي ويانا بعد، ويطلع بالنهاية هذا الشخص هو احسن شخص موجود بحياتنا، واكثر الاشخاص اللي يدعينا بالخير، ومن الممكن انه احنا نكون بخير من خلال دعواته. هذا الكتاب يوصلنا هاي الفكرة. الكتاب ممتع الى درجة مو طبيعية، بالكثير من الفكاهية، بالكثير من الضحك، وبالكثير من المشاعر الحلوة. اتمنى وانصحكم انه تقروا وتنطوني ارائكم، وتتواصلون وياي من خلال قراءتكم لهذا الكتاب، وتنطوني رايكم، لان انا كلش هذا الكتاب حبيته. حاولوا تقرون الخيال العلمي، انا اول مره اشرح عن كتب الخيال العلميه، ولكن فعلا هو ممزوج بين العلم، ممزوج بين الخيال وبين الواقع. انصحكم تقروه. لهنا وصلنا لنهايه فقرتنا ونهايه حلقتنا. انتظركم اكيد بحلقه جديده وكتاب اخر بعد احلى ان شاء الله. الكتاب متوفر بمكتبتي تركواز جاليري شوبينج بمواقع التواصل الاجتماعي، واكيد متوفر عندنا توصيل لكافه المحافظات، وتقدرون تطلعون على هذا الكتاب وتقروه بمكتبتنا الموجوده باربيل عنكاوة سايدين داخل البن البيروتي، وايضا تقدرون انه تشتروه من هذا المكان. مع السلامه.